عليه أن يقوم باختيارات لمباراة معينة، فأعتقد أن يجب أن نحترم قراراته وهو المسؤول على اختياراته، فننتظر ونرى ماذا قد يحصل في الملعب. فهو قام باختيارات، فكانت له جرأة أنه على الأقل استعمل النواة المحلية، وقد نرى كذلك هذا المعيار ما قد يقدمه في هذه المباراة. واكيد انه ما دام ان ماجر تم تعيينه وهو المسؤول ولديه طاقم فني، كل الجزائريين راضين على هذا، نعطيه فرصه للعمل اولا بالطبع، وخاصه ان الوقت الوجيز 3 أسابيع، اي مدرب لا يقدر انه يغير الفريق يعني بطريقه جذريه، فاكيد تكون هناك تدريجيه، وهذه لا مباراه صحيح انها الجزائريين بصفة خاصة ولا مرة يعني تخلوا على المنتخب، يعني إن شاء الله من خلال هذه المباراة هذه الأمور تعود ترجع للمسار نتاعها، لا تقدم شيء، لأن حتى الجزائر وقعت في مجموعة صعبة. أتوقع أي منتخب أن المنتخب الجزائري يكون تذيل الترتيب بنقطة واحدة، هذه ما كانت تنخفض العقول. نتمنى ما يقدمه في منتخب بورتو، كما قلنا ليس كثير من التغييرات، لكن النتيجة والأداء كل هي مطالب الجماهير، وخاصة ماجر يجب أن يتعامل بشكل إيجابي مع اللاعبين. 20، وإذا كان عقد ماجر هذا يعني هو عقد أهداف بالنسبة ل 2019، هذا وأنه لن يكون تحت أي ضغط على مدى أكثر من سنة إلى المونديال بجدارة عن المجموعة الثانية، مباراة التصالح مع الأنصار وإعادة الأمل واستعادة الثقة للمنتخب الجزائري. تقبل أولى الكرات مع إسلام سليماني على الجهة اليمنى من هناك، زين الدين فرحات في الكرة الأولى وتوزيع القائمة الثانية، حارس إيزين والحارس النيجيري، أولالا رائعة جدا اليوم ليعبر عن وفائه، لا ثاني وضع التسلل قلت ثاني، والمركز ما قبل حطم رقم قياسي تاريخي لم اسمع به ولم اره في اسلام سليماني انطلق على الجهه اليسرى يحاول المرور والتغطيه الدفاعيه في هذه الكره، وعيسى مندي ايضا موجود في المجموعه، ياسين القائم الاول يخرجها، ترجع لاسماعيل بن نصر من كارل مجاني مرت على الاولى من اسلام، شوف هنا وضعيه كارل مجاني بعيد عن المجموعه مثل ما جاءت سددها مرت امام انظار الجميع. مستوى متواضع جدا من المباراة حتى الآن، كرة صعبة، التسديدة بين أحضان فوزي شوشي في أول كرة، قوص يا شوشي، أوه مرت سلامات، اللي قلت يلعب أول مباراة له مع منتخب نيجيريا لأنه معدل عمره 25 سنة، إسلام سيماني كرة خطيرة للمنتخب الجزائري داخل منطقة عمليات، رياض أوه الدفاع ده من عيسى ممتازة لرياض، انطلق على الجهة اليمنى، رياض عنده الكرة داخل منطقة العمليات، رياض والدفاع، اسلام يضغط اوه زين ويلعب بالنار حارس، دو التغيير الاضطراري هنا عبد اللاوي، في اماكن الكثير من اللاعبين ويدخل عبد اللاوي، اسلام ما زال عنده الكره يلعبها مع زين الدين فرحات التوزيع، اوه لا لا الدفاع يخرجها امام انظار بغداد بونجاح، انياتشو يرفع كره عاليه بعيده للامام، حاولت التفوق في الكره العليا وفوزي شوشي. عيد بكم مع بدايه الشوط الثاني بعد حين باذن الله، كاني كذلك بنغي، فالمدرب مطالب باجراء تغييرات، حتى فرحات نعم. داخل سنعود يلعب على الجهه اليسرى، نعم. سنعود ويدخل على خطوا معك، تفضل الجزائر لا شيء نيجيريا لا شيء، الى الاخضر بالريش وصلا الى الشوط الثاني من مباراه الجزائر نيجيريا واحده في المباراه كانت من نصيب وضعي تسلل مر وينطلق كره خطيره ايوبي من
حسن الحظ يا ايوبي او عبد اللهوي عفوا. عرضيه ممتازه من عبد اللهوي لرياض، عنده الكره رياض لملاغه رياض والدفاع ياسين. شوف هنا لم يكن هناك خطأ. ممتازه الكره لاسلام، اين كره بعيده للامام، تغطيه دفاعيه، اللعبه خطيره، المراوغه والتسديده والشوشي، كره ياسين بعيده 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 بعيده. الشافعي قاد المنتخب الجزائري من فرصه. رياض محرز والركنيه عن طريق اللاعب المتميز أليكس إيوبي، حسن الحظ، العودة الموافقة. ثم بن ناصر إسماعيل ينطلق، عنده الكرة محاصر وفي خطأ، نعم يا مع إسلام، رياض محرز يبحث عن إسلام والكرة في الركنية. ليماني جول مع المنتخب، خطأ فادح من الحارس عيسى لوحده بالراس، ضربة عالية نيجيريين يعني نخوفوهم، ولكن ثم الشافعي خرجها، ما زالت نيجيريا محاولة التسديدة وجول. بابا بابا الجزائر موجودة في قسنطينة، أوجو استلمها حطها في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس شوشي، جول بهدف مقابل صفر لحد الآن بعد مرور ياسين على جهة اليمنى، عيسى مندي موش بتسلل خطيرة جول. لا في حول أقمصة اللاعبين مفروضة من طرف الفيفا، لا في هؤلاء الشبان لا يخسرون هذه المباراة. يعود كرة لإسلام، بالنسبة لإسلام سليماني في الكرة، هاي الكرة هنا في حراك، لا كرة بين لاعبين اثنين، سيدخل بغداد بنجاح في هذه اللحظات، الجزائري في هذه اللحظات بنجاح ياسين خلاص بالراس هنا، شوف شوف شوف. لا يا ياسين، لا يا ياسين، ياسين ابراهيمي في تنفيذ الركنية، إسلام والدفاع بصعوبة يخرجها مرة ثانية إسلام، الحكم تلعب مباراتك كثير يا فوزي. إنياتشو وشوشي خرج هذه، بحث عن أونيكورو يراوغ ويدخل كرو بعد هذه المراوغه، يبحث عن المراوغه ياسين والشيء رجل داخل منطقه عمليات، ضرب الجزاء 86 ضرب الجزاء، هاي الاعاده مره ثانيه، مسك او خطا على ياسين ابراهيمي الجزائري، وفرصه امام حارس متميز سيحاول التراتيا ياسين جول، هاي الإعادة ياسين حطها في وسط أمام اللاعب بالوغون، يجلب الكرة لأنه ما زال دقيقتين يحاولون الفوز بهذه البنجاح. المراقبة التسديدة بين أحضان الحارس، عادية كدامور في اللحظات الأخيرة ترمي الكرة، الكرة هيلة جول من بغداد بونجاح، عسية بونجاح مرت عالية بعيدة، يا بغداد إبراهيمي عدد المدربين 4 مدربين في 6 مباريات في تصفيات كأس العالم. زميل الأخضر تفضل إليك الخط. شكرا يا زميل حفيظ. إذا هكذا ماجر يفوز بنقطة واحدة، أيضا إسلام سليماني